نريد الفوائد العظيمة والثمرات شيئا منها مما يتيسر ذكره في مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة وأثره وثماره العظيمة. أول ثمار الاعتصام للسنة هو التبرك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا إذا الله تبارك وتعالى هداني للسنة فقد هداني للبركة. الله أكبر. يعني لو الله تبارك وتعالى هداني لصحيح البخاري وهداني لصحيح مسلم وهداني لكتاب الترمذي وهداني لمسند الإمام أحمد فلا شك أن هذا فتح من الله تبارك وتعالى عليا. يا سلام. ثانيا هو دائما الإنسان بطبعه يتأثر بما يقرأ. يعني إذا قرأ السنان وقرأ هذا فيتأثر بها يصير عنده من الخير ومن البركة ما الله به الله به عليم. ثالثا يعني هذه الطريقة يزداد بها إيمانا. يعني تزيدك إيمانا في إيمانك ثم تزيدك حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو العناية بتراثه. يعني بقدر ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر إيش ما تعنى بتراثه ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله إيش حب إليه مما سواهما. خلاص الله. يعني إذا كان أنت أن تحب الرسول يعني فميراث الرسول هو الأول عندك. يعني فقصدي أن ثمرات في هذا الباب يعني ثمرات كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثم الإنسان لما يعني يتضلع في السنة سيتبرأ من كل البدع. ما تبقى عندها بدعة. إن السبب الوقوع في البدعة هو الجهل بالسنة. يعني المحدثات تأتي لما تضيع السنة وتغيب السنة. أما إذا ظهرت السنة وبدت السنة فما تجد بدعة عند البخاري، ما تجد بدعة عند مسلم، ما تجد بدعة عند الإمام أحمد، ما تجد بدعة عند أئمة الحديث. لكن تجد البدعة عند المعتزلة وتجدها عند الأشاعرة وتجدها عند المرجئة وتجدها عند المخالفين كلهم. علاش؟ لأن بعدهم إيش؟ عن السنة. عن السنة. فكلما أنت اقتربت من السنة اقتربت من الجنة. الله. وكلما اقتربت من البدعة اقتربت من النار. وكلما بعدت عن السنة بعدت عن الجنة واقتربت إيش؟ من جهنم والعياذ بالله. فقربك للسنة هي في الحقيقة قربك من إيش؟ من الجنة. خلينا الجنة إن السنة كل هذا الله تعالى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. تكفيك هذه الآية ما تزيد عليها. الله أكبر. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. خلاص تريد أكثر من هذا؟ يعني وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يعني بسنته صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يظهر لي المفروض أن المسلمين لا يكون عندهم خلاف. الإمام مالك رحمه الله صاحب السنة بحق جاء واحد يجادله. أي نعم. قال لي اسمع مني. حاول قال لي نسمع منك. قال لي الإمام مالك ولا غلبتني أش نسوي؟ يعني هو الإمام مالك يعني طبعا هو ما هذي. قال لي لا غلبتني. قال لي لا غلبتك أنت أش تسوي؟ اتبعك. نتبع. قال لي ولا غلبتني انت اش نسوي؟ قال لي تتبع. قال لي ولا جا واحد اخر. قال لي اذهب الى شك مثلك. اذهب ايش؟ الى شك مثلك. الى شك مثلك. انا على بينه من ربي. على بينه من امري. الله اكبر. شو تبغى انت تجادني؟ يعني انت شك في امرك سير الى واحد شك مثلك. فالامام مالك فالناس هذو كانوا على اليقين. اي. كان على يقين من أمره. شوف لما جاء ذاك الرجل قال يريد أن أحرم من دويرتي إلي. ماذا يريد شيخنا؟ جاءه رجل. أي نعم. وقال له أريد أن أحرم يعني ألبس إيه؟ الإحرام من يعني عقد الإحرام من دويرتي إلي. من دون الميقات يعني. يعني قبل الميقات. إيه. من قبل. من دار أهله. من داره من دويرتي إلي. أي نعم. فقال أحرم من حيث حرم رسول الله. الله أكبر. عاود كرر عليه قال لي أحرم من هدو حرم رسول الله. عاود قال لي أخشى عليك الفتنة. قال لي وين الفتنة يا إمام؟ قال لي في الإحذار الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة. قال لي الفتنة هذا الشرك. هي الشرك. سبحان الله.
أن تصيبهم فتنة، الفتنة هي الشرك. أخاف عليك الفتنة. قال لي وأي فتنة يا إمام؟ أقرأ لي الآية في الإحداث الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الناس كانوا الجدة يعني ما كان عنده اللعب، السنة هي السنة. الله أكبر، يعني جميل يا شيخ. وهذا نختم به يا شيخ.